مشاهدينا في كل مكان برحب بحضراتكم. بنتكلم النهارده عن ذكرى غاليه على قلوب كل المصريين، وهي الذكرى التي توجت فيها الاذاعه المصريه العريقه من 89 سنه. افتتحت الاذاعه بجمله المذيع احمد سالم الشهيره هنا القاهره، وهي العباره اللي تالقت بيها اذاعه البرنامج العام، وخاصه لما بيقولها المذيعين والمذيعات قبل بدايه كل البرامج وفي الفواصل بكل حماس وبكل انتماء. يوم 31 مايو 1934 بدأت الإذاعة بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، ويليها صوت الأيقونة أم كلثوم، ثم المطرب صالح عبد الحي، ثم مطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوهاب. النهاردة بيتوج مسيرة رحلة عظيمة من العمل الإعلامي وتاريخ مليء بالنقاط المضيئة في الإذاعة المصرية، أحد أبرز أدوات القوى الناعمة في مصر تحت مظلة ماسبيرو، دائماً مليء بالكفاءات والرموز الإعلامية اللي شكلت وجدان كل المصريين. زي شهدنا كلنا برنامج على الناصية للإعلامية الكبيرة أمال فهمي، وكلمتين وبس للعظيم الراحل فؤاد المهندس، وطبعاً إلى ربات البيوت صفية المهندس وتسالي للقديرة إيناس جوهر. طبعاً تفاصيل كتير، وإحياءً لذكرى انطلاق الإذاعة المصرية معنا على الهاتف الإذاعي القدير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية. برحب بحضرتك معنا وأهلاً بيك على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك وكل الزملاء الإعلاميين في مصر والوطن العربي بألف خير. وحضرتك بألف خير. طبعا يعني كلنا نعلم أن مصر من أوائل الدول في العالم اللي اهتمت بالإذاعة وشكلت وجدان المصريين. لو يعني نرصد بالجمهور أبرز المحطات الفارقة في تاريخ الإذاعة المصرية. أبرز المحطات عندما بدأت الإذاعة زي ما حضرتك ذكرتي في 31 من مايو من عام 1934، بدأت بأدوار تثقيفية تنويرية توعوية إلى أن جاء العام 1952، جاءت ثورة يوليو، رئيس جمال عبد الناصر رحمه الله ومعه قادة الثورة جاءوا مدركين تماما لأهمية الميكروفون وأهمية الإذاعة، قدموا كل الدعم الممكن للإذاعة المصرية بكافة الأشكال. والحقيقة أنه الدعم ده مكن الإذاعة من أن يتحول دورها من الأدوار التنويرية والتوعوية والتثقيفية وتقديم الأغنية وتقديم الحفل والمنوعات إلى دور سياسي، شاركت بقوة في دعم حركات التحرر في قارات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي آسيا وغيرها، ويعني يشهد بذلك ثوار الجزائر واليمن وسوريا والمغرب وتونس. والدور ده استمر حتى العام 1973، حرب أكتوبر المجيدة، تجلى وظهر دور الإذاعة المهم والكبير والعظيم هذا التعبير في هذا التوقيت. والحقيقة هي كانت يعني عامل من عوامل قصر إن لم أتجاوز. الحقيقة كمان أنه البعض ظن أنه بعد ظهور التلفزيون من الممكن أن تختفي الإذاعة أو يقصد دورها أو تقل أهميتها، لكن بالعكس الإذاعة استمرت وستستمر طويلا لأنها أسهل وأسرع وسيلة إعلام وأسرع وسيلة لنقل الخبر. صحيح، وتكملة طبعا لقول حضرتك، يعني خلال الفترة اللي فاتت شهدت الإذاعة العديد من مراحل التطوير، لو تكلمنا حضرتك عن تفاصيل هذا التطوير. الحقيقة يعني منذ أن تسلمت رئاسة الإذاعة في عام في بداية 2019، وكان هم الأكبر هو ترتيب الشبكات المطورة، فبدأنا بتطوير الشبكة الأهم وهي القرآن الكريم. الحمد لله نجحنا في من خلال لجنة من كبار الخبراء والعلماء في الاستماع إلى البرامج المكونة للشبكة، حوالي 60 برنامج تم تخفيضهم إلى 40 برنامج، وتم زيادة عدد ساعات بث القرآن الكريم من 60% إلى 80%، تم الاستعانة بمتحدثين شباب استبدال تدريجي. الحقيقة أنه المحطة دي أو القرآن الكريم كان يجب التعامل معها بهدوء شديد، وأي تغيير يتم بهدوء وعلى مراحل وعلى مدار أشهر وسنوات. ثم انتقل التطوير إلى باقي الشبكات، الشباب والرياضة، إذاعة الفادي، شبكة الإذاعات الموجهة التي وافق السيد حسين زين رئيس الهيئة على تغيير اسمها إلى شبكة الإذاعات الدولية التي تتحدث 23 لغة، 35 خدمة على مستوى العالم. وانتهجنا نهج جديد في التعاون مع الدول الأفريقية بالتحديد في البداية،
انه هم كانوا يعني من خلال اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بنمنح عدد من الساعات على محطات الاف ام في هذه الدول، ونعيد بث الاذاعات الدوليه عبر هذه الساعات الممنوحه لنا او التي تم الاتفاق عليها من خلال بروتوكولات التعاون. يستمر التطوير الى باقي الشبكات، هناك البرنامج العام وصوت العرب والشبكة الثقافية وشبكة الإذاعات الإقليمية المهمة التي تضم بين جناباتها 12 محطة من المحطات المهمة للغاية، منها طبعا اسكندرية وأسوان والوادي الجديد وحلايب وشمال سيناء وجنوب سيناء. الحمد لله التطوير مستمر. اللي عايز أقوله لحضرتك بس أنه الإذاعة لما بدأت بأدوار ترفيهية وتوعوية وتثقيفية وتطويرية وتحول الدور إلى دور سياسي بجانب هذه الأدوار، الحقيقة اليوم نحن نقوم بالدور الأهم. نحن مع القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسيرة الإنجازات في نقل الصورة الحقيقية للجمهورية الجديدة. مصر تبنى من جديد، ويعني مش إعادة بناء لكن هي جمهورية جديدة بالفعل. فإحنا نقوم بنقل المشروعات القومية العملاقة على الهواء مباشرة، ونحلل نرصد ونحلل ونوضح للمستمع ما بذل من جهد من أجل إنشاء هذا المشروع القومي العملاق، مشروعات في 27 محافظة، مشروعات دون وضع حجر أساس. والحمد لله نحن نقوم بنقل الصورة الصحيحة، ويمكن ميكروفون الإذاعة بيكون أدق وأقرب إلى الوصول إلى قلب المستمع من الصورة، لأن الصورة بتبقى واضحة قدام حضرتك يعني أنت شايفاها، لكن لما بننقل من خلال أذان المستمعين بنقدر إن احنا نجعل لهم قدرة على التخيل على حجم ما يتم من إنجاز. كل تأكيد. برضه أستاذ محمد، يعني كلنا اتربينا وكتير مننا اتربوا على الإذاعة واليوم ذكريات معاها، لو حضرتك تكلمنا على ذكرياتك الخاصة مع الإذاعة المصرية. لا كثير قوي، بس قبل ما اكلمك على ذكرياتي انا عايز اتوجه بالشكر للاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، لانه امس قمنا بتكريم رواد الاذاعه المصريه وكبار عظماء الاذاعه المصريه وقادتها السابقين. الحقيقه انه التكريم ده كان له اكبر الاثر في نفوس المكرمين. اسماء طبعا انا مش هقدر اذكر الاسماء لانه عشان ما انساش اسم، لكن الحمد لله انه التكريم ده كان هو ليس تكريم فقط لرواد الاذاعه المصريه ولكن هو تكريم لكل اعلامي مصري. هو ليس عيد الاذاعه فقط، هو عيد الاعلاميين. عيد الاعلاميين وهو ناس كثيره جدا استاذ محمد، والحقيقه انه هو عيد الاعلاميين في كل مكان، وعيد للاعلاميين وعيد لمن خلف الكاميرا والميكروفون وللإداريين اللي بيشاركونا في البناء شركاء النجاح. أنا بقدم تهنئة لكل الإعلاميين سواء في الهيئة الوطنية للإعلام أو في المحطات الإذاعية الخاصة أو التلفزيونات الخاصة، أو أقدمها إلى شركاء النجاح الشركة المتحدة، لأنه الهدف واحد، المصلحة واحدة، نبتغي يعني رفعة الوطن، نبتغي معا أن تتقدم مصر إلى الأمام بقيادة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الذكريات مع الميكروفون كثيرة جدا وعديدة، والحقيقة انه الميكروفون له رهبة يعني بيشعر بها من يواجهه لأول مرة ولفترة من الزمن. يعني يمكن الميكروفون لانه يعني الكاميرا ممكن تتجاوب معها بعد عدة تجارب، ولكن الميكروفون لانه انت بتحس انك لوحدك وبتكلمي ملايين المستمعين. وبالفعل هناك محطات او شبكات زي القرآن الكريم المذيع ومقدم البرامج بيحاور او يحادث ملايين المستمعين على مستوى الجمهوريه وفي الوطن العربي وفي الوطن الاسلامي وفي العالم كله. فالذكريات كثيره جدا بنحتاج الى ساعات طويله يا استاذ ساره عشان يعني نتكلم فيها. وانا مره ثانيه بقدم التهنئه لحضرتك وكل الزملاء معك ولكل الاعلاميين في مصر. كل عام وحضراتكم بألف خير. وحضرتك بألف خير، حضرتك نورتنا وشرفتنا الإذاعي القدير محمد دوار رئيس الإذاعة المصرية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة، كان يوم فارق وكان فارق معنا أن حضرتك تكون متواجد. أهلا وسهلا بحضرتك، وإن شاء الله يتواصل اللقاء ويستمر، وأنا بدعوكم لزيارة الإذاعة المصرية، ويعني عايز أقول لحضرتك تشرفونا عشان تشوفوا كم المجهود اللي بيبذل في 8 شبكات إذاعية
بتغطي مصر كلها، 8 شبكات اذاعيه، كل شبكه لها هويه مختلفه. يمكن واجهنا بعض الصعوبات ونواجه، ولكن الحمد لله بفضل الله بنتغلب على الصعوبات، والاذاعه ستظل رائده وستظل الاذاعه المصريه بالتحديد في المقدمه. زي ما قلت لحضرتك هي وسيله غير مكلفه بالمره، تكاليف تطويرها بسيطه، امكانيات ربطها بكل وسائل التواصل الاجتماعي سهله للغايه، بالسوشيال ميديا، بالرقمي، حتى التطبيق الموجود على الهاتف المحمول من السهل جدا. الحمد لله، الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير، نورتنا وشرفتنا، وده فخر وشرف كبير لينا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا لازلنا مستمرين معكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.